الدعاء في اللغة هو الطلب والنداء والسؤال، هو الطلب والنداء والسؤال. والدعاء أسمعه عند الله، أجمعه في الألفاظ، وأنبعه من الفؤاد، وما كان في حال الاضطرار. أسمع الدعاء عند الله ما كان أجمعه، ولذلك لن تجد مثل أدعية القرآن والسنة. أما ما يتنغم به كثير من الدعاء أصحاب الدعاء سواء المكتوب أو المسموع، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما قال: والله يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال: ماذا تقول إذا أنت سألت ربك؟ قال: أقول: اللهم أدخلني الجنة وأعذني من النار. قال: حولها أنا ومعاذ مدندن، لأن يوم القيامة ما في إلا جنة ونار، ما في شيء ثالث. الذي يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار حتى في أمور الدنيا موفق، لأن أهل الجنة أولياء الله، وأولياء الله في الدنيا يرعاهم الله، يرعاهم الله حتى في أمور الدنيا يرعاهم الله ويعطيهم الله ويحفظهم الله حتى لو لم يسألوه، لأنه أهله، أهل الله وخاصته. أرأيتم الرجل، الرجل يعلم أن امرأته أو ابنته أو ابنه يحب أمرا، يحب أمرا وليس هو عنده، ووجده أمامه في السوق، أليس يشتريه حتى يدخل السرور على قلبه؟ والله يفعل، كل منا يفعل ذلك، كل منا يفعل ذلك. فكيف برب العباد يعلم من عبده المحب أنه يحب أمرا وعجز أو استحيا أو غير ذلك أو نسي سؤاله؟ أليس يبتليه الله به؟ بلى والله، بلى والله. لذلك أيها الأحبة لا نبخل على أنفسنا بالدعاء، فالدعاء قلنا أسمعه أجمعه في الألفاظ وأنبعه من الفؤاد وما كان حال الاضطرار. أجمعه في الألفاظ عرفنا أنها أدعية القرآن والسنة، احفظوها وحافظوا عليها، لن تجدوا مثلها بالتأثير.